طيب، من الخبر المفرح ده يا فندم اسمح لي بسؤال الأخير برضو، خبر مفرح تابعناه مع حضراتكم بالأمس ولقاء السيد رئيس الجمهورية مع وزير البترول وعدد من المسؤولين في مصر بخصوص تحويل مصر إلى مركز لوجستي للغاز وللبترول، تفاصيل أكتر يا فندم. لا، هو الحقيقة يعني هو طبعا في ظل الاكتشافات، يعني اكتشاف الحمد لله زهر واكتشافات أخرى، وفي ظل طبعا الامكانيات والشبكه الكبيره اللي عند مصر، شبكه من البنيه الاساسيه الخاصه بتداول الغاز ومحطتين تسييل غاز عندنا في مصر مش موجودين في اي دوله تانية في المنطقه، زائد شبكه توزيع الغاز، ده بيتيح لمصر انها تكون المركز اللي حضرتك قلت عليه من حيث انتاج الغاز ونقله عبر ممكن قبرص او اليونان الى اوروبا، وانه يتنقل من دول اخرى بجانب مصر الى اوروبا عبر مصر. فكل هذه العوامل اللي بقولها لحضرتك بتتيح ان مصر تبقى مركز لتداول الطاقه، مش الغاز فقط، الطاقه والغاز وكهرباء، لان مصر طبعا يعني زي ما حضرتك عارف في ثلاث محطات سيمنز الكبرى اللي سيتم افتتاحهم قريبا جدا ان شاء الله، بتوفر طاقه كهرباء كبيره جدا، فمع بالاضافه الى مشاريع الربط ما بين مصر ودول الجوار زي الاردن زي السودان زي ليبيا زي السعوديه وهكذا، بتتيح الاداره الجيده جدا لطاقه الكهرباء على مدار العام والى اوروبا كمان، بتصدر عبر قبرص وعبر اليونان، دي مشاريع جاري العمل فيها. الغاز زائد الكهرباء، الطفره اللي موجوده في قطاع الكهرباء يعني الجميع شايفينها يا فندم، الجميع بيروها، يعني بعد ما كان في نقص شورتج في الكهرباء احنا بنتكلم على اننا هنصدر في الفتره اللي جايه، فشيء محترم للغايه بالتاكيد. مظبوط، فده بيتيح ان مصر فعلا تبقى مركز للطاقه بانواعها وخاصه الجديده والمتجدده في المنطقه باذن الله. يا رب ان شاء الله. جزيل الشكر سعاده السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه.